الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا مع درس جديد من دروس اللغة العربية، هذه المرة حسب منهاج السنة الثالثة ثانوي لكل الشعب. تعرفنا في فيديو سابق عن معاني وإعراب إذ، وهذه المرة سيكون هذا التسجيل عن إعراب إذا الشرطية على بركة الله. إذن فتكون إذا ظرفية لما يستقبل من الزمان، وهذا هو الفرق بينه وبين إذ، فإن إذ تكون ظرفية لما يستقبل من الزمان ولما مضى من الزمان، وقد ضربنا أمثلة في التسجيل الماضي. إذن فرق بينه وبين إذ أنها تكون أن إذ للزمان الماضي وللزمان المستقبل، بينما إذا للزمان المستقبل فقط. أيضا تكون شرطية أو غير شرطية، أي تتضمن معنى الشرط أو وأحيانا أخرى لا تتضمن معنى الشرط، بخلاف إذ التي لا علاقة لها بالشرط أصلا، وتكون تفسيرية وتكون فجائية. فهي تلتقي مع إذ في أنها فجائية وفي أنها ظرف لما يستقبل من الزمان، وتختلف عنها في كونها تفسيرية. إعراب إذا الشرطية: إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطية، خافض بمعنى جار. لماذا؟ لأن الجملة بعد إذ تعرب مضافا إليه، أصلا إذا يعرب مضاف فهو خافض لشرطية. مثال ذلك قال الله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. إذن الشرط هنا قرئ القرآن، إذا قرئ القرآن، الشرط قرئ القرآن مخفوض، خفضته إذا، فهو خافض لشرطه، فتعرب هذه الجملة الفعلية بعد إذا تعرب في محل جر مضاف إليه، متعلق بجوابه. لماذا متعلق بجوابه؟ لأن إذا تحتاج إلى جواب، في كثير من الأحيان تحتاج إلى جواب، فتكون إذا متعلقة بجوابها. في أحيان أخرى لا تحتاج إلى جواب، فهنا لا تكون متعلقة بجواب. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابه، مبني هنا وصف، مبني طبعا على السكون، في محل نصب على الظرفية الزمانية، أو نقول في محل نصب مفعول فيه لأنه ظرف، وهو مضاف. والجملة الفعلية قرئ القرآن جملة الشرط غير الجازم، طبعا إذا غير جازمة، أداة شرط غير جازمة. والجملة الفعلية قرئ القرآن جملة الشرط غير الجازم في محل جر مضاف إليه، طبعا للظرف إذا. والجملة الفعلية الجوابية طبعا استمعوا له، فاستمعوا له حقيقة وفقا بضرب الفاء، جملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب. طبعا لماذا لا محل لها من الإعراب؟ لأن إذ غير جازمة، والجملة الجوابية يكون لها محل من الإعراب وهو الجزم بتوفر شرطين: الأول أن تكون الأداة جازمة كإن ومن وما إلى ذلك، وأن تكون الجملة الجوابية مرتبطة بالفاء. هنا الجملة الجوابية غير مرتبطة، الجملة الجوابية مرتبطة بالفاء فاستمعوا، لكن الأداة غير جزم طبعا، وهذا تسجيل موجود رفعناه قبل شهور يعني. إذا التفصيل، إذا أولا تكون إذا ظرفية لما يستقبل من الزمن، قلت أحيانا متضمن معنى الشرط غير الجازم، وأحيانا لا تتضمن معنى الشرط. نبدأ مع إذا التي تتضمن معنى الشرط غير الجزم، وهو يختص بالدخول على الجملة الفعلية فقط فيضاف إليها كما رأينا في الإعراب. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن فهنا إذا تتضمن معنى الشرط، وهو إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، إذا لم يقرأ القرآن كيف سنستمع له؟ إذن فالشرط في الاستماع والإنصات هو القرآن، إذن فهنا إذا تتضمن معنى الشرط. باء غير متضمنة معنى الشرط، إذا غير
متضمن معنى الشرط، وهو يختص أيضا بالدخول على الجملة الفعلية، سوف نتكلم عن هذا بعد قليل، أقصد الجملة الفعلية، فيضاف إليه. كقول الله تعالى: والليل إذا يسر، وكقول أيضا: إذا الشمس كورت، فإن إذا غير متضمنة معنى الشرط، لأنها لا تحتاج إلى جواب. والليل إذا يسر ليس فيها جواب، كذلك الشمس إذا الشمس كورت ليس فيها جواب، وبالتالي فإنها إذا هذه لا تتضمن معنى الشرط، ليس فيها شرط، وبالتالي لا نقول خافضة لشرطها المتعلقة بجوابها. في الإعراب لا نقول هذا الكلام، لأن لا يوجد شرط ولا جواب. إذا في الإعراب نقول: ظرف لما يستقبل من الزمان مبني في محل نصب على الظرفية الزمنية، أو نقول: ظرف لما يستقبل من الزمان مبني في محل نصب مفعول فيه مباشرة، وهو مضاف، والجملة الفعلية يسري في محل جر مضاف إليه. هذا بالنسبة لي أولا: ألف متضمن معنى الشرط، وباء غير متضمن معنى الشرط. ثانيا، وقبل ثانيا، إليكم بعض أحكام إذا الشرطية، لاحظوا الشرطية التي تتضمن معنى الشرط. أولا، تخص بالدخول على الجملة الفعلية فقط. قد يقول قائل: كيف تخص بالدخول على الجملة الفعلية وهناك إذا لا تدخل على الأسماء وعلى الجملة الاسمية؟ في هذه الحالة، إذا دخلت إذا على جملة اسمية فإنها تكون جملة اسمية مؤولة، أصلها جملة فعلية، لكن إذا قلنا تلك الجملة الفعلية وصغناها صيغة فعلية فإنها تكون جملة ركيكة، لأن الفعل يتغير فيها، وهذا فيه تفصيل كثير على كل حال. فالأصح أنها تكون جملة اسمية لكن مؤولة، أصلها يعني جملة فعلية، لأن إذا لا تدخل إلا على الجمل الفعلية فقط. ثانيا، إذا دخلت على اسم، أقصد إذا شرطية، إذا دخلت على اسم فإنه فاعل أو نائب فاعل. كيف ذلك؟ فاعل إذا كان الفعل مبني للمعلوم، ونائب فاعل إذا كان الفعل مبني للمجهول. وهناك أمثلة، فلنبدأ بالاسم الذي يدخل على إذا أو تدخل عليه إذا ويكون فاعلا. يكون فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، طبعا إذا كان هذا الفعل مبنيا للمعنى. مثال ذلك كما قال الشابي، طبعا وهذا البيت طبعا لا نتفق معه فيه: إذا الشعب يوما أراد الحياة. إذا نكتفي بهذا القدر. الشعب، تلاحظون، دخلت إذا على الشعب وهو اسم، فيعرب هذا الاسم فاعلا لفعل محذوف يفسر الفعل الذي بعده وهو أراده. إذن أراد هذا الفعل يفسر الفعل المحذوف الذي هو فعل للفعل. إذن أعيد: الشعب اسم دخلت عليه إذا فيعرب فاعلا يفسره الفعل الذي بعده، هنا هو الفعل أراد. ويعرب هذا الاسم أيضا نائب فاعل. مثال ذلك: إذا الموؤودة سئلت، فسئلت تلاحظون أنه فعل مبني للمجهول، تعرب الموؤودة هنا نائب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، وهو في هذه الحالة الفعل سئلت. أيضا تدخل على إذا، قبل ذلك إعراب المثالين: إذا الشعب يوما أراد الحياة، إذن الشعب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده، في هذه الحالة هو الفعل أرى، هو الذي يفسر الفعل المحذوف، مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخر. المثال الثاني: إذا الموؤودة سئلت، الموؤودة نائب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده سئلت، مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخر. إذن هنا نائب فاعل لأن الفعل مبني للمجهول، وهنا فاعل لأن الفعل مبني للمعلوم. أيضا قد تدخل إذا على ضمير منفصل، يعرب هذا الضمير المنفصل توكيد لفظي للفاعل في الفعل الذي بعد، أمر بسيط يعني. كقول المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لاحظ، إذا دخلت على ضمير منفصل وهو أنت، فهنا هذا الضمير المنفصل يعرب توكيد لفظي للفاعل
في الفعل الذي بعده، أين الفعل الذي بعده؟ أقربته، أين فاعله؟ تاء متحركة. فيقول هذا الضمير المنفصل توكيد لفظي لهذا الفاعل في الفعل الذي يليه. إذن أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد لفظي للفاعل في الفعل أكرمته. استثناء، نحن قلنا أن الاسم بعد إذا يعرب فاعلا أو نائب فاعل، لكن في بعض الأحيان هذا الاسم الذي تدخل عليه إذا يعرب مفعولا به في حالات موجودة، كمثل قولنا إذا علم أبيك، علم إذا علم أبيك ورثته فعلم. لاحظون علم هنا منصوب مفعول به منصوب، إذن علم مفعول به منصوب، مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. إذن القضية نفسها، ما هو الفعل الذي بعده؟ وهو ورثته. إذن مفعول علم مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسر الفعل الذي بعده وهو هنا ورثته. أيضا إذا قد تدخل عليها ما السائل، أقصد إذا الشرطية ظرفية الشرطية، فتكون زائدة، هذه الماء تكون زائدة مبنية لا محل لها من الإعراب، والغرض منها هو التأكيد أي تقوية المعنى، كقول الشاعر إذا ما جاءه طلاب حق يقول عصابة خرجوا، يقول عصابة خرجوا وشقوا، بمعنى إذا جاءه يطلبون، إذا جاءوه يطلبون العدل والقسطاس، فيقول أنتم عصابة وتريدون لا تريدون ملكي ولا وقبت على هنا. أيضا ثانيا قلنا أولا ظرفية لما يستقبل من الزمان، شرطية وغير شرطية، تكلمنا عن ألف شرطية وباء غير شرطية، تبقى دائما ظرفية، لكن ثانيا تكون حرف، هذه المرة تفسير، حرف تفسير في مكان أي، إذا نزعنا إذا ووضعنا أي فإن المعنى يكون صحيحا. فقولك استكتمته السر، استكتمته السر إذا طلبت منه أن يصبر، فتلاحظ إذا هنا جاءت مفسرة، نعوضها بأي فنقول إذا استكتمته السر، استكتمته سر أي طلبت منه أن يصبر، إذا حرف تفسير مبني لا محل له من الإعراب. ثالثا وأخيرا تكون مفاجأة أو فجائية، وهنا تشترك مع إذ، ويختص بالدخول على الجملة الإسمية ويدل على الحال أي الزمن الحاضر، معنى المفاجأة لا يكون ماضيا ولا مستقبلا، كقوله تعالى وألقى عصا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وألقى عصاه فإذا فجائيا، فإذا هي ثعبان مبين، يعني فاجأت الناس، فإذا هي ثعبان مبين، هي عصا فاجأت الناس كونها صارت ثعبانا عظيما أو حية عظيما. إذا حرف جاء مبني لا محل له من الإعراب. إذا كملخص نقول أولا إذا تكون ظرفية لما يستقبل من الزمان، شرطية وغير شرطية كما رأينا في التفصيل، تدخل على الجملة الفعلية فقط، وإذا دخلت على الجملة الإسمية فتكون مؤول، إذا دخلت على اسم يكون هذا الاسم فاعلا أو نائب فاعل وأحيانا يعرب مفعولا به، إذا دخلت على ضمير منفصل يكون توكيدا لفظيا لفاعل الفعل بعده، وضربنا أمثلة. أيضا قد تدخل ماء الزائدة على إذا الظرفية الشرطية ويكون لا محل لها من الإعراب. ثانيا تكون حرف تفسير، إذا أولا ظرفية، ثانيا حرف تفسير، وثالثا فجائية، حرف فجاء طبعا لا يظهر هنا على الصورة، لكن ثالثا يكون حرف فجاء أو مفاجأة كما رأينا في الأمثلة. إذا إلى هنا ينتهي هذا التسجيل، نأمل أن يكون مفيدا، لا تنسونا بالدعم ونشر هذا الخير إن شاء الله ليصل إلى كثير من المتابعين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.